المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الجادية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا المساء. استقبل اليوم رئيس الجمهورية إدريس بيت نو ممثلي النقابات العمالية الجادية ورؤساء الاتحادات والكونفدرالات النقابية. اللقاء يهدف إلى التشاور والتفاكر حول برنامج إصلاح مؤسسات الدولة، كان ذلك بحضور رئيس الحكومة ومعاوني رئيس الجمهورية. زينب سليمان جبريل. يأتي هذا اللقاء تأكيدا لخطاب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو خلال تنصيبه رئيسا للبلاد في 8 أغسطس من العام الماضي، حيث قال: لقد هان الوقت الآن لإجراء تقييم واضح لنموذجنا المؤسسي الحالي وسير عمله، وذلك من أجل إجراء التصحيحات اللازمة لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والمؤسسات المدنية والحقوقية. فمن هذا المنطلق وحرصه الشديد لسير العملية الديمقراطية في تشاد وتوضيح النموذج المؤسسي للبلاد، استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو صباح اليوم عدد من رؤساء المنسقيات والنقابات العمالية في تشاد. اللقاء الأول شمل عدد من المجموعات النقابية، وهي الكونفدرالية المستقلة للنقابة التشادية برئاسة السيد محمد نصر الدين، والثانية نقابة معلمي التعليم العالي برئاسة جربوه جرمي، والمجموعة الثالثة هي نقابة العمال التشادين برئاسة السيد بركة ميشيل. حيث طرحت المقابلة عدد من القضايا الوطنية الراهنة الاجتماعية منها والاقتصادية، في مقدمتها مسألة تصحيح مؤسسات الدولة بغرض غرس المحبة والسلام وتأسيس نموذج وطني قوي يساعد على تنمية البلاد من خلال تقوية الديمقراطية والجلوس في طاولة واحدة من أجل التفكير والتشاور بهدف تشاد المستقبل. لقاء اليوم استمر هو الآخر قرابة الساعة، حضره معالي رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبرت والأمين العام برئاسة الجمهورية ناغوم ياماسوم ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية السيد عيسى علي الطاهر. وعقب خروجه من المقابلة أكد رئيس المجموعة السيد محمد نصر الدين بأنهم موافقون على انعقاد الملتقى الوطني لتشاور من أجل تصحيح مؤسسات الدولة بنموذج جديد وقوي إن وافقت الحكومة مقترحاته. ناقشنا عدة مواضيع مع رئيس الجمهورية، منها مواضيع سياسية ومواضيع اجتماعية. بالنسبة للمواضيع السياسية هي تخص ملتقى إصلاح مؤسسات الدولة، وكذلك تحدثنا عن الظروف الاجتماعية الحالية بالنسبة التي يعيشها العمال في تشاد. ناقشنا مطولا، ونحن كممثلي العمال أو النقابات بالنسبة لهذا الملتقى، قبل ذلك إذا نحن طالبنا قبل وضع اللجنة، إذا نحن طالبنا بإصلاح مؤسسات الدولة، وبالنسبة لنا نحن ننظر أنه أتى في الوقت المحدد، وبأي طريقة بطريقة أو بأخرى يعني أعداء التجمع النقابي هم يعني مع إصلاح مؤسسات الدولة. أما اللقاء الثاني فكان مع مجموعة كل من الكونفدرالية الحرة للعمال التشادين برئاسة إبراهيم بن سعيد، والفريق الثاني منسقية كونفدرالية النقابات التشادية، والفريق الثالث نقابة العمال التشاد المستقلة. لقاء استمر هو الآخر قرابة الساعة، طرح نفس الموضوع وهو تصحيح مؤسسات الدولة، وتناول ملفات أخرى اقتصادية واجتماعية وتحسين ظروف العمال التشادين، وتركز أيضا حول التصحيح المؤسسي للدولة والطاولة المستديرة حول حشد دعم لتشاد وغيرها من المسائل التي تمر بها البلاد. وعقب المقابلة أبدت كل المجموعات ارتياحها لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو حول الطرح المقدم لهم، لأن المشكلة التشادية لا يمكن حلها إلا في البيت التشادي. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي قابلنا اليوم وناقش معنا في موضوع ثلاثة، والموضوع ثلاثة كل مواضيع مهمات لمستقبل البلد. أولا الحوار السياسي، الرئيس ناقش معنا، والحوار داير من الانتخابات الحوار بيجف، الرئيس قال الحوار ده لازم يكونوا يقوم نلوم بتاني لتاني مرة يكون الحوار عشان نناقش في الموضوع على البلد الاستقبال على البلد. وقلنا ده نقطة مهمة، وأنه قلنا الحوار ده سي عندنا نقابات مسؤولون لكن ما كفاية، لأن الدول لما كفاية قلنا خلي كل النقابات دي يشتركوا في الحوار السياسي ده عشان يدوا من عندهم من أفكارهم وعشان البلد يمشي قدام.
إن رؤية فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هي جمع كل القوى الحية الجادية في إطار مشاورات وطنية تقوم بالتشخيص المؤسسات وتقترح الحلول التي تتكيف مع حقائقنا، والكلمة الأخيرة ستكون للشعب الجادي فيما يتعلق بالتطورات المؤسساتية التي يراد تنفيذها. وفي ذات الإطار فقد التقى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بممثلي المنظمات والجمعيات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، وقد استمع رئيس الجمهورية إلى وجهات نظرهم التي تناولت جوانب عدة. الحبيب حامد محمد. حرصا منه على ثقافة الحوار وتثبيت دعائم الديمقراطية والمشكلة التشادية لا تحل إلا في البيت التشادي، التقى صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع مسؤولي جمعيات المجتمع المدني التشادي والمنظمات التشادية المدافعة عن حقوق الإنسان. المقابلة لم تكن منفردة على حسب ما قبلها، والتي جمعت فخامته مع مختلف رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة في تشاد في وقت سابق. مقابلة كانت بحضور معالي رئيس الوزراء بايم باتاكي ألبير والأمين العام برئاسة الجمهورية ناغوم ياماسوم ومدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية عيسى علي طاهر. وفي غضون أكثر من ساعة طرحت المقابلة عدد من القضايا الاجتماعية والحقوقية وكذلك السياسية والاقتصادية، وأبرز المحاور التي تم طرحها في هذا اللقاء هو الملتقى الوطني حول التصحيح المؤسسي للدولة وكيف ومتى تحدد المدة وما هي المحاور العالقة أمام تنفيذ ما وعد به فخامة الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو خلال خطبته يوم التنصيف في شهر أغسطس المنصرم، وهو أن تعمل كل القوى الحية في تشاد على إيجاد بدائل تصحيح المفهوم المؤسسات الحالي. رؤساء جمعيات المجتمع المدني ومختلف مؤسسات حقوق الإنسان لم يكن رأيها مخالف لما قبلها من آراء، حيث الموافقة على عقد مؤتمر وطني شامل يجمع كل القوى الحية التشادية تحت سقف واحد من أجل مناقشة هذا الطرح الوطني المهم. ومنذ المؤتمر الوطني في شهر يناير قبل عقدين من الزمن بدأت بلادنا تدخل مرحلة مهمة في تاريخها الديمقراطي، الأمر الذي أدى إلى إبراز الدور الاجتماعي والسياسي والحقوقي في الساحة التشادية، ولقاء اليوم يؤكد هذه النتائج التي توصلت إليها تشاد في تشير أمورها الديمقراطية. ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان التشادية التي اتقت صباح اليوم فخامة الرئيس الجمهورية هي جمعية تطوير الحريات الأساسية في تشاد، وجمعية تشاد لا للعنف، والجمعية الكاثوليكية ضد العنف في تشاد، والرابطة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان. وحول اللقاء ومزيدا من المواضيع التي طرحت في الجلسة تحدث السيد محمد علي مبودو عن الرؤية المشتركة لكل هذه المنظمات المدنية عن التصحيح المؤسسي للدولة. هنينا قلنا هنينا رادين عشان نشتركوا في الفورم، بس الفورم هو فرصة للشعب وللسياسيين وجميع المدنية عشان أي واحد يجيب فكرة كيف عشان ننتو فرصة زيادة للبلدنا، ننتو فرصة زيادة، حقوق زيادة للشعب، عشان كيف الديمقراطية الحسب بدينا فوق عند 27 سنة ده كيف الديمقراطية يشيل قدرة، عشان وقت الزمان الكونستيتيشن وقت هو أدبته وقت حنال مشاكل لأي كونفرانس ناشونال وحاجة. هسا اليوم هنينا عندنا آفة في البلد ونقدر نقود بكان واحد ونفكر شنو المهم في الكونستيتيشن قاعد نحلوه، شنو الما مهم نمرقو، شنو الما في نزوده. ودونك هنينا قلنا هنينا كان بدينا هسا نسوي رابور حقنا، وهنينا مامبر هنا سيزي أبير هو لجنة مش كاملة بلوما جمعيات كتير هنا حقوق الإنسان وجميع غير جميع مدنية دونغاني جهوز الرابور. وقبل ما الفوروم يحصل نحن ذات نوجو في الفوروم نقدمه كونتريبيشن حقنا عشان ما نوجو إيدينا يابس. وفي مساء هذا اليوم ومواصلة لهذا اللقاء التقى فخامته مع منسقية الجمعيات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان يترأسها السيد محمد ديجادينباي. نفس المحاور ونفس الأطروحات نوقشت في هذا اللقاء، وأبرزها أيضا مسألة تصحيح المؤسسات الدولة. الحوار هذا يكون حوار لكل التشاديين، ما ناس وادين يقولوا يسووا دعاية يقولوا لا ناس ما يجوا في الحوار، ولكن ما ممكن النادي متقعد وتجيب رأيك، ما ممكن تقعد بعيد وتقعد شغل ما حاضر وما شفته وتقعد شغل ده ما ببقى، ده ما ممكن.
ده الشيء اللي خلانا لقينا اليوم قابلنا رئيس الجمهورية ونشكره كثير على المقابلة وهجانا وانينا موافقين على الهوار ونطلب كل التشاهدين المتابعين للجمعيات المدنية والأحزاب السياسية عشان ترجع وتكون معنا في الهوار. إن رؤية فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هي جمع كل القوى الحية التشادية في إطار مشاورات وطنية تقوم بتشخيص المؤسسات وتقترح الحلول التي تتكيف مع حقائقنا، والكلمة الأخيرة ستكون لعموم الشعب التشادي فيما يتعلق بتطورات المؤسساتية التي يراد تنفيذها.